ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم طريقه صينيه بطاطس كده بالفراخ بطريقه جديده ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه انا بقطع عندي بطاطس تكون مكعبات بالحجم ده، تكون تخينه شويه، وكمان جزر، اللي حابب يحط جزر يحط، اللي مش عايز خلاص. وكمان عندي طماطم 2 كده حبه من الطماطم مبشوره، كمان بصلايه كبيره مفرومه في الكبه، تمام. وعندي الفراخ الكميه اللي انت تحتاجيها سواء وراك او صدور، يعني ايا كان، وبنقطعها كده بنشرحها، وبعدين بنحط شوية من الفلفل الأسود وشوية من بهارات الفراخ معانا. بصوا كده، أول حاجة هنعملها معانا، هنجهز عندي الفراخ. أول حاجة بنجيب الصينية اللي هنعمل فيها، تمام. ممكن تعمليها في صينية أو بايركس براحتك اللي انت عايز تعمليه. هبتدي بقى دلوقتي ننزل البصل ده مضروب ناعم كده في الكبة، لو عايزة تبشريه ماشي يبقى أحسن. وكمان هننزل عليها الطماطم، تحطي طبعا الكمية على حسب الفراخ اللي عندك، تمام. وهبتدي انزل معايا بهارات الفراخ، معلقة صغيرة كده من بهارات الفراخ ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. كمان هنضيف عليهم شوية كده صغيرين من الزيت، وهنضيف كمان رشة صغيرة كده من الملح، نحط كده معلقه صغيره حوالي من الملح على حسب كميه برضو اللي انت هتعمليها. هنبتدي بقى دلوقتي نقلب المكونات اللي احنا حطيناها دي في بعض، اهو تمام كده بالشكل ده. هنبتدي بقى نقلب كل المكونات اللي احنا حطيناها دي. بصوا، طريقه سهله جدا وجديده لصينيه البطاطس، بجد جربوها طلع طعمها حلو جدا جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، تمام. هبتدي بقى دلوقتي عندي نجهز الفراخ، وبنبتدي نحشيها بالتتبيله اللي احنا عملناها دي. بنحط كده ما بين الفتحات علشان الطعم يبقى جوه. طبعا لو تبلتيها قبليها هتبقى طعمها حلو جدا، بس انا ممكن تعمليها سريع. انا عملتها بصراحه ودخلتها الفرن على طول، برده كانت طعمها حلو قوي، تمام. اهو بالشكل ده بنبتدي بقى ندخل كل التتبيله اللي احنا عملناها دي في الفراخ. انا هنا بزود الفتحات بس شويه عشان التتبيله تدخل جواها. اهو بالشكل ده بتبلها من تحت يعني ومن فوق. انا هنا كنت مقسمه الفرخه عندي 8، فببتدي احشيها بالشكل ده. بحب اقطعها صغير عشان بتستوي معايا بسرعه، تمام. اهو بالشكل ده ماشي. بنفضل بقى نتبل لحد ما نخلص كل الكميه بتاعتنا، تمام. بنفتح كده الجلد، وبنحط برضو كمان من تحت الجلد وما بين الفتحات اللي احنا عملناها في الفراخ، تمام. بفضل بقى اعمل كده واقلب كده كل المكونات في بعض لحد ما نخلص الكمية عندي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، بجد كان طعمها حلو قوي، وما بتاخدش ساعه الا ربع في الفرن. يعني لو الفرن انت مسخناه قبلها ما بتاخدش معاكي غير ساعه الا ربع بس، تمام. كمان لو عايزه تضيفي للخلطه دي فلفل رومي او فلفل حامي لو انت بتحبيها حاميه شويه، هيبقى طعمها برده حلو جدا جدا، كأنك بتتبلي فرخة عادية خالص، تمام. بس التتبيلة اللي احنا عملناها الحلوة دي هنستفاد بيها في طعم البطاطس، هتديني طعم حلو قوي للبطاطس. اهو بالشكل ده خلص بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني كده. انا خلاص خلصت كمية الفراخ وشلتها تاني من الصينية، وابتديت بقى احط البطاطس والجزر معايا، وهبتدي اقلب كل الكلام ده في الخلطة. بصوا، انا كده عندي حطيت البطاطس والجزر مكان الخلطة في الصينية تاني، بس هزود عليها كده شوية صغيرين من الفلفل الاسود ورشة صغيرة كمان من الملح، لان البطاطس بتحتاج ملح شوية لان هي بتمتص الاملاح، تمام. بعد ما زودنا عليها كده نحط معلقة كده من السمنة البلدي، اللي مش عايز يحط ما يحطش، ويحط شوية من الزيت وخلاص، ده اختيار يعني، مش محتاجة سمنة. بعدين بقى هنبتدي نقلب البطاطس في بقية التتبيلة بتاعة الفراخ كده،
مش عايزه اقول لكم البصل المفروم والطماطم بيديها طعم حلو جدا جدا، وكمان الفلفل الرومي لو عايزه تحطيه حلقات برده بتحطيه بيدي طعم حلو قوي للصينيه. هبتدي بقى نقلب كل الكلام ده كده كويس في بعضه. انا كده خلاص قلبت المكونات كلها في بعضها. هنبتدي بقى نرجع الفراخ كده في الصينيه تاني، بس هحطها على الوش اللي فيه اللحم مش الوش اللي فيه العظم، تمام؟ علشان الجلد عشان اللحم معايا يستوي كويس قوي. بنبتدي نقلبه كده في الصينيه على الظهر، وببتدي ازود عندي شويه ميه مغليه صغيرين كده مع كمان البصل والطماطم، هينزلوا الميه بتاعتهم فهيسووا لي الفراخ والبطاطس حلو جدا جدا، تمام؟ هبتدي ازودهم كده بالشكل ده. هبتدي دلوقتي بقى نغطيها بورق فويل وندخلها على الفرن من تحت خالص، ونهدي عليها النار ونسيبها لحد ما تستوي كويس. بصوا كده انا خلاص دخلت صينيه البطاطس الفرن. دلوقتي انا هعمل معاها جنبيها رز بسمتي اصفر كده بالكركم، بيبقى طعمه حلو قوي قوي مع البطاطس، تمام؟ هبتدي اجيب الحل عندي على النار واحط فيها معلقه كده من السمنه، وكمان احط معاهم شويه كده صغيرين من الزيت علشان السمنه ما تتحرقش معايا. اهو بالشكل ده. وهبتدي استخدم عندي مكعب مرقه، لو عندك مرقه خلاص، بس انا مش عندي فهستخدم مكعب مرقه فراخ، تمام؟ لو عندك مرقه عادي بتسقي بيها الرز، لكن انا مش عندي وبالمرقه بيبقى حلو قوي. فهبتدي دلوقتي ننزل مكعب المرقه كده في الزبده او في السمنه البلدي، وهنبتدي نقلب كده كويس لحد ما ينزل الطعم بتاعه في السمنه. بصوا كده خلاص انا سيحت كده مكعب المرقه في الزبده اللي عندي في السمنه. هننزل بقى دي كوبايه ونص من الرز البسمتي، انا سايباه يتنقع لمده نص ساعه، وبعدين شطفته كويس وابتديت احطه عندي في الحله، وهنزل عليه كده شويه من الكركم. اللي عايز يحط كاري ماشي يحط، بس انا مش بحبه قوي فبحط كركم بس، وكمان احط كده رشه صغيره من القرفه بتدي الرز البسمتي طعم حلو قوي قوي. هنبتدي بقى نقلب كل المكونات كده في بعض، ونسيب الرز يتشوح شويه معايا على نار هاديه. بصوا كده خلاص قعدت اشوح فيه تقريبا لمده 3 دقائق، كل ما تشوحي فيه بيبقى طعمه احلى بكتير، تمام؟ وهنبتدي بقى ننزل دلوقتي عندي بالملح، بس نخلي بالنا لان مكعب المرق بيبقى حادق شويه، فنحط الاول ملح كده معلقه وبعد كده نشوف نظبط الباقي. الرز البسمتي عندي بقى كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ونص من الميه المغليه، فهنبتدي تظبطي الكميه عندك على حسب كميه الرز اللي انت حاطاه، تمام؟ اهم حاجه بس الرز البسمتي ان انت تنقعيه نص ساعه قبل ما تستخدميه. اهو تمام كده بالشكل ده. هنبتدي نعمله معامله الرز العادي خالص، نعلي عليه النار لحد ما يغلي، وبعدين نوطي ونسيبه لحد ما يستوي خالص معايا، تمام؟ وبس كده، ده كان شكل الرز بتاعي بعد ما استوى. بصوا حلو ومفلفل ازاي، طعمه كمان وريحته حلوه جدا جدا. كمان عندي الفراخ شكلها حلو جدا جدا، انا بعد ما سبتها تستوي فتحت عليها الفويل وخليتها تاخد وش من فوق. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى تكون تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. يلا سلام.